الأسبوع اللي فات كان فيه أحداث كتيرة جداً شغلت الناس، ولسه لحد النهاردة الناس بتتكلم عليها. والحقيقة من كتر ما هي كتير بقينا مش عارفين نختار إيه، بس خلونا نبدأ معاكم بأهم الأحداث اللي شغلت انتباهكم. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة واللي خلص من أيام كان واحد من أهم الترندز الموجودة في خلال الأسبوع اللي فات. المنتدى أقيم السنة دي كالعادة في مدينة شرم الشيخ، وكان بمشاركة وفود من 196 دولة، وطبعا كل ده كان وسط إجراءات احترازية كاملة بسبب انتشار فيروس كورونا. وطبعا كلنا عارفين أن النسخة السنة اللي فاتت ما اتعملتش بسبب ظروف الإغلاق اللي تسبب فيها فيروس كورونا، لكن النسخة دي أقيمت وحققت نجاح لافت ومبهر، وكان من أكتر الحاجات اللي الناس اتكلمت عنها الروبوت واللي استقبل ورحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح المنتدى. وكانت تعليقات الناس كلها بالاعجاب الشديد من استخدام الروبوت في المنتدى. يمكن كان السبب الرئيسي لان الروبوت يكون من الترانس خلال الاسبوع اللي فات انه اختراع مصري خالص. الروبوت اللي كلنا شفناه اسمه دوات، وزي ما قلت من شويه هو صناعه مصريه 100%، ووظيفته في المنتدى انه يقوم بتعقيم القاعات وقياس درجات الحراره وكمان توزيع ادوات التعقيم. مش بس كده، ده كمان لو حد عايز يعرف حاجه او مكان قاعه مثلا او معاك جلسه او حس انه تايه بيروح يسال الروبوت فبيقول له بيعمل ايه على طول. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، أتشرف بوجودي اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائي الروبوتس الذين سوف يعملون في جميع الأرجاء خلال أيام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية سيادتكم. وأحب أن أطمئن سيادتكم بأن إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة للوقاية من فيروس كورونا. أتمنى لسيادتكم ولضيوف مصر الكرام أن تقضوا وقتا آمنا هنا وتظلوا آمنين. تحيا مصر. شكرا. ولسه مكملين معاكم كلامنا عن المنتدى اللي كان ترند طول الاسبوع اللي فات. وغير الروبوت، اغنيه افتتاح المنتدى ورجعنا تاني شغلت الناس على السوشيال ميديا واتكلموا عنها كتير، خصوصا انه شارك فيها اكتر من مطرب من بلاد مختلفه. تعالوا نروح نشوف جزء من الاغنيه ونرجع نكمل معاكم. مسافة واضحة ومتشافة وقت عشنا. وزي ما قلنا لكم منتدى شباب العالم كان هو الترند خلال الاسبوع اللي فات بتفاصيله الكتيره، لكن كان كمان من ضمن الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا في العالم مش بس في مصر مشاركه الفنانه الاسبانيه ايتيزار ايتونو بطله مسلسل ماني هايست في المنتدى، واللي قالت انها سعيده جدا بتواجدها في مصر وان دي تاني زياره ليها. ويمكن مسلسل ماني هايست هو واحد من اهم المسلسلات اللي حققت نجاح عالمي كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، والاهم في الموضوع بقى ان دي اول مشاركه لبطله المسلسل في أي حدث بالشرق الأوسط بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل. السلام عليكم. Buenos días. شكراً. صباح الخير. شكراً جزيلاً. أشكركم جميعاً. أشكر الجميع من الرجال والنساء. بالنسبة لي إنه من دواعي شرفي أن أكون معكم اليوم وأشارككم الحضور في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد
كثيرة. بالنسبة إلي بالمناسبة هذه المرة الثانية التي أزور فيها مصر. في المرة الأولى أتيت إلى مصر في عام 1998، جئت لزيارة الأماكن الأثرية في هذا البلد. ذهبت إلى زيارة في القاهرة معابد الكرنك والأقصر، معابد أبو سمبل، هذه الأرض. ولسه مكملين كلام عن منتدى شباب العالم، واللي لفتت فيه فقرة الساحل العالمي مولا يوسف الانتباه بشكل كبير جدا، خصوصا أنه قدم فقرته قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مولا يوسف هو ساحر فرنسي من أصول جزائرية، وأكتر حاجة بتميزه أنه دايما في فقراته بيعمل دمج للسحر مع التكنولوجيا، وده اللي حصل في الفقرة اللي قدمها قدام الحضور في المؤتمر، لما استخدم موبايل واحدة من الحضور في أنه هو يصور صورة سيلفي للقاعة كلها من غير ما يقرب من التليفون أو حتى يلمسه. تعالوا نشوف جزء من فقرة مولا يوسف ونرجع نكمل كلامنا. كمان من المواقف الجميلة اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا وتعاطف معها المتابعين، موقف سالي الشابة الجميلة اللي قالت للرئيس انها خايفة من كتر ما تعرضت لتنمر في حياتها لاختلاف ملامحها، وطلبة نصيحة أبوية منه للتعامل مع شعورها بالخوف. وطبعا الرئيس دايما بيبهرنا بمواقفه الإنسانية، ورد عليها كأب فعلا وقال لها: يؤلمني انك تقولي خايفة، انت قد بنتي الصغيرة خالص ولسه العمر قدامك وممكن تحققي فيها كتير، وجوه مصر ما تخافيش. سيادة الرئيس، أنا نفسي أحقق حاجات كتير في حياتي، بس جوايا خوف وقلق، وطول الوقت أنا طالبة من حضرتك بخبرتك نصيحة أبوية، إزاي أتخلص من الخوف اللي جوايا. وشكرا سيادتك. خايفة من ايه؟ دي انت شابة صغيرة لسه، الدنيا كلها قدامك. اتفضلي استريحي، اديني فرصة بس. الدنيا قدامك. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سالي. سالي، اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي استريحي. يعني يؤلمني انك انت تبقي قلقانه وخايفه. مش عايز اسالك قدام يعني المجموعه خايفه ولا انا من ايه؟ زي ما بقول لك كده، انت يعني انت قد بنتي صغيره خالص يعني، فلسه العمر كله قدامك وتقدري تحققي فيه كتير. ما تخافيش ابدا من ان كان على مصر. انت من مصر مش كده؟ طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، جوه مصر ما تخافيش، لأن الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى حافظها ربنا سبحانه وتعالى. القصة ما انتهتش هنا، ده المنظمين عرضوا الفيديو ده في ختام منتدى شباب العالم من ضمن الفيلم الوثائقي اللي كان بيتكلم عن الاختلاف والتنمر. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. مسالي، إزيك؟ الحمد لله. لسه قلقانه؟ قولي لهم. لا مش قلقانه. ايوه، ما بنخافش ولا نقلق ابدا ابدا. الشباب ده المستقبل والامل والحلم، كل شباب كده. ربنا يديكم الصحه ويوفقكم. بكره قدامكم، مش النهارده، بكره قدامكم. وتكملة للجمال ده، حفل الختام كان رائع، وتصدر استعراض المظلات وطيف الخيال الترند على السوشيال ميديا. هنا احنا بدأنا، حلمنا بكرة وصدقنا، وأصل الحلم ده مبدأ.
wageni kamili kwa muda. Maisha ilikuwa vile ilikuwa, lakini natumaini tutarudiana. And here we are now, as one now, for tomorrow. From all around, we found dreams to follow. Sasa tuko hapa, leo na kesho pamoja. Tumetoka kila kona. مع الأسف الشديد كان من ضمن الترندز خلال الأسبوع اللي فات خبر وفاة الزميل والأستاذ وائل إبراشي رحمه الله، متأثر بمرض كورونا وبعد معاناة مع المرض استمرت حوالي سنة تقريبا. طبعا وفاة الأستاذ وائل إبراشي تسببت في حالة من الحزن الكبير لكل جمهوره في مصر والوطن العربي، وطبعا إحنا كمان بنتقدم بخالص العزاء لكل أسرة الأستاذ وائل إبراشي، وبنعزي نفسنا إحنا كمان لأننا جزء من أسرته الإعلامية. بالرغم من الأخبار الكتير اللي كانت ترند خلال الأسبوع اللي فات، إلا أن صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع قطتها المختلفة جداً عن بقية القطط اللي احنا نعرفها كانت من أكتر الحاجات اللي شغلت الناس في الترند. ياسمين بعد ما نشرت الصورة عملت حالة كبيرة جداً من الجدل عند الناس، خصوصاً أن كان في ناس كتير أول مرة يشوفوا النوع ده من القطط. وعشان نعرف أكتر عن قطة ياسمين عبد العزيز وعن بعض الفنانين اللي اشتهروا بتربية حيوانات مختلفة في بيوتهم، تعالوا نشوف التقرير ده. القطة سفينكس أو القط الكندي اللي ظهرت بيه النجمة ياسمين عبد العزيز على السوشيال ميديا وأثارت حالة كبيرة من الجدل والرعب عند متابعين ياسمين، ما كانتش هي أغرب حيوان بيمتلكه النجوم في مصر والعالم. صحيح النوع ده من القطط بيعتبر الأغرب والأغلى لأن سعره بيوصل لحوالي 150 ألف جنيه مصري، لكن ياسمين مش الوحيدة اللي مهتمة تربي أنواع نادرة ومختلفة من الحيوانات. الممثل والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا النجم أرنولد شوارزنيجر اشتهر بعشقه الكبير لتربية حمار وحصان من نوع بوني، لدرجة أنه نشر صورة ليه على صفحته الشخصية على إنستغرام وهو بيشاركهم وجبة الفطار على السفرة. الحمار أطلق عليه الفنان الأمريكي اسم لولو، والحصان سماه ويسكي. الفنانة سلمى حايك من محبي الطيور، لكن الطيور اللي بتحبها نجمة هوليوود مش عصافير ولا أي نوع من الطيور المغردة، لكنها البوم. سلمى ظهرت على صفحتها على إنستغرام معاها بومة رمادية اللون. الغريب في الموضوع إن البومة ظهرت وهي بتصفف شعر سلمى. النجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت بطلة سلسلة أفلام تويلايت عرف عنها حبها للكلاب الشبيهة بالذئاب من نوع هاسكي، وظهرت النجمة في أكتر من صورة ليها معاهم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. حب نجمة هوليوود للنوع ده من الكلاب خلاها تمتلك 4 منهم في منزلها. ومن النجوم المصريين هنلاقي الفنان أحمد فهمي اللي اشتهر بحبه الشديد للكلاب لدرجة امتلاكه مزرعة للكلاب. حب فهمي للكلاب خلاه يعمل صفحة خاصة لكلبته زيزي على إنستغرام، وكمان ظهر في أكتر من صورة مع أنواع مختلفة من الكلاب اللي بيمتلكها. وبكده خلصت فقرة Trends of the Week. هنروح فاصل دلوقتي ونرجع نكمل حلقتنا.